مشاهدينا في كل مكان اهلا بكم الى نشرة احوال الطقس نقدمها لكم من قناة البلاد والبداية دائما تكون بصورة القمر الاصطناعي حيث توضح لنا تشكل سحب عابرة على جميع المناطق الشمالية للوطن وحتى على المناطق الجنوبية الشرقية للصحراء واقصى الجنوب حالة الطقس المنتظرة لهذه الليلة باذن الله سنسجل تشكل بعض السحب الخفيفة وذلك بالنسبة للمناطق الشمالية الشرقية للوطن وحتى على اقصى الجنوب فيما تبقى الاجواء مستقرة وصفية على المناطق الشمالية الوسطى والغربية وجميع المناطق الداخلية وحتى جميع المناطق الشمالية والوسطى للصحراء درجات الحرارة المرتقبة لليلة اليوم بإذن الله ستنخفض إلى 12 درجة فقط بالنسبة لبات 14 درجة على الجلفة 16 درجة بالبيت 19 درجة على وهران 18 درجة بكل من الجزائر العاصمة وعنا 24 درجة على ورقلة وغردية 25 درجة بكل من بشار وتندوف 31 درجة بعين صالح 30 درجة على ايليزي و 24 درجة بيتا منرست أما عن حالة الطقس المنتظرة لصبيحة الغد مشاهدينا ستكون الأجواء مشمسة ومستقرة على جميع المناطق الغربية للوطن وحتى على أقصى الجنوب أجواء مغشاة تميز المناطق الشمالية الوسطى والشرقية وحتى الداخلية منها ووسط الصحراء فيما تبقى الأجواء مشمسة على باقي مناطق الوطن نمر وإياكم إلى درجات الحرارة المسجلة لصبيحة الغد بإذن الله 16 درجة على الجزائر العاصمه 18 درجه بيعنا بس 14 درجه بالنسبه لوهران 15 درجه على باتنا 13 درجه بكل من الجلفه والبيض 16 درجه على ورقلة 15 درجه بكل من غردايه وحتى بشار 19 درجه على تندوف 21 درجه بالنسبه لعين صالح 18 درجه على اليزي 16 19 درجه بيت راس اما عن الملاحه والصيد البحري بحول الله البحر سيكون هادئ ومعتدل وذلك بجميع سواحل الوطن وفق رياح تكون من شماليه الى شمالية. الشرقية تصل سرعتها من 7 إلى 11 كيلومتر في الساعة كالمعتاد نختم نشرة أحوال الطقس بالمعلومات الفلكية شروق الشمس بالجزائر العاصمة وضواحيها سيكون على الساعة السابعة وثماني دقائق أما الغروب سيكون بحول الله على الساعة الخامسة وخمسين وخمسين دقيقة بهذا نصل إلى ختام نشرة أحوال الطقس ليلة اليوم وصبيحة الغد شكرا لكم على طيب المتابعة إلى اللقاء